خلال زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، الرئيس السيسي يهنئ الطلبة على الالتحاق بالكلية ونيل شرف الانضمام إليها. افتتاح المعرض الرئيسي أهلا رمضان بالقاهرة وتوجيه رئاسي باستمرار المعارض لما بعد الشهر الفضيل. ثلاث قمم غربية تبحث الأزمة الأوكرانية، ومصر تؤكد أهمية العمل نحو حقن الدماء. الثالثة مساء في القاهرة، الواحدة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقباله وزير الداخلية محمود توفيق وقيادات الأكاديمية. وصرح متحدث الرئاسة بأن زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة تأتي في إطار حرصه على متابعة منظومة إعداد وتدريب أبنائه من طلبة كلية الشرطة. واستهل الرئيس السيسي الزيارة بمشاهدة اصطفاف الطلبة والطالبات الجدد بأرض العروض بالكلية، حيث ألقى الرئيس السيسي كلمة لتهنئة الطلبة على الالتحاق بالكلية ونيل شرف الانضمام إلى هيئة الشرطة التي يسهر رجالها على حماية أمن الوطن والمواطن. واطلع الرئيس السيسي على المنظومة الإلكترونية لتقييم الطلبة في شتى المجالات، والتي يتم من خلالها المتابعة الدورية والتقييم المستمر لمستوى طلبة الكلية، وتوجه لتفقد ميدان التحدي والقوة البدنية ومشاهدة الطلبة والطالبات أثناء أدائهم لتدريبات اللياقة البدنية المتنوعة، والتي أظهر الطلبة والطالبات خلالها المستوى المتميز الذي وصلوا إليه. كما قام الرئيس السيسي أيضا بتفقد حمام السباحة الأولمبي بالكلية، وشاهد الطلبة أثناء أداء قفزة الثقة، ثم توجه إلى مجمع ميادين التدريب القتالي، حيث يتم تدريب طلبة وطالبات الكلية على أعمال الاقتحام والقتال التكتيكي. وشاهد الرئيس السيسي من داخل مركز التحكم والسيطرة عرضا تقديميا عن الميادين التدريبية المختلفة بالمجمع. ثم اختتم الرئيس السيسي جولته بالمجمع بمشاهدة بيان تدريب عملي للرماية، وتلا ذلك زيارته لنادي الفروسية، حيث استمع إلى شرح تفصيلي لأنواع الخيول العربية الأصيلة التابعة لخيالة الأكاديمية. هذا وقد دار حوار مفتوح بين الرئيس السيسي والطلبة حول أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الداخلية وجهود الدولة على مستوى الجمهورية من خلال سلسلة المشروعات القومية الكبرى، وكذلك آخر المستجدات والأزمات على المستوى الدولي وتداعياتها على الاقتصاد المصري وجهود الدولة لاحتواء تلك التداعيات. وفي ختام الزيارة التفقدية، توجه الرئيس السيسي إلى مقر زيارة أولياء أمور الطلبة والطالبات الجدد، حيث ألقى كلمة بهذه المناسبة متقدما بالتهنئة والشكر لهم على تقديم أبنائهم للالتحاق بهيئة الشرطة، حيث يتم إعدادهم وتأهيلهم ليكونوا حماة أمن مصر في المستقبل القريب مع زملائهم من رجال القوات المسلحة البواسل. هذا وتعد أكاديمية الشرطة صرحا شرطيا متميزا في إعداد الكوادر الأمنية على المستويين المحلي والدولي. فمنذ لحظة استقبال الطلبة الجدد الملتحقين بكلية الشرطة، يتم وضع برامج تدريبية وتعليمية تسهم في الارتقاء بكفاءتهم البدنية والعلمية والقتالية، ليصبحوا مؤهلين لحمل رسالة الأمن السامية عقب تخرجهم. اللي بيقوم بالدفاع عن مصر مش احنا، لا، ده اللي بيدافع عن مصر شعبها، شعبها اللي قدم في الجيش وقدم في الشرطة. دايما نرسيه في عهد ما بيننا يا بلدي وكلنا مد فيه، من أول يوم والآخر يوم واليوم الدين دايما جاهزين. رسالة أكاديمية الشرطة: إعداد ضابط شرطة عصري متميز علميا وبدنيا قادر على مواجهة التحديات الأمنية. أمنك وأمانك عهد علينا احنا أخدناه دايما.
اختيار الطلبة الملتحقين بكلية الشرطة جاء وفقاً لمعايير وضوابط تتسم بالموضوعية لانتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين لنيل شرف الانضمام لهذا الصرح المتميز أمنياً من أبناء الوطن. هؤلاء الذين يمثلون كافة فئات المجتمع ومختلف المناطق الجغرافية عبروا عن سعادتهم لتحقيق حلمهم بانتمائهم لكلية الشرطة وتحقيق حلمهم للالتحاق بها لتتواصل مسيرة العطاء. إن شاء الله يكون عد المسؤولية بإذن الله ويشرف البلد إن شاء الله، وربنا يقويه إن شاء الله. والله بسعادة فخورة فخورة أنها دخلت كلية الشرطة وحققت حلمي. فرحة فرحة فظيعة جدا جدا، إحساس لا يوصف. ما دخلش هو السنة اللي فاتت، بس هو اشتغل على نفسه وكان عنده يقين بربنا إن هو السنة الجاية إن شاء الله ربنا يكرمه. وإحنا مسرورين ومبسوطين بقبوله بكلية الشرطة، الحمد لله رب العالمين. أنا فخورة بيه جدا، وكان كل اختبار يطلع ناجح منه كنت بحس قد إيه بالفخر بيه إن هو قدر يعدي الاختبارات. طبعا ألف مبروك، وفرحانين جدا جدا جدا، وربنا يوفقه ويوفق الجميع. لأول مرة كان من بين الملتحقين بكلية الشرطة لهذا العام خريجات كليات الحقوق، وقد تقدمنا بخطى ثابتة لتحقيق آمالهن بعد فتح الكلية أبوابها لهن للمرة الأولى للالتحاق بها. فخورة جدا بإني هكون أول دفعة حقوق إناث تلتحق بكلية الشرطة. أنا كولي أمر سعيد جدا إن بنتي في مكان محترم آمن فيه رعاية كاملة من كل شيء، فدي حاجة بتطمننا كأولياء أمور إن بنتنا في المكان المحترم ده أكاديمية الشرطة. التفوق علمياً وبدنياً ونفسياً كان طريق هؤلاء الطلبة للالتحاق بكلية الشرطة ليتحقق لهم ما يسعوا إليه لنيل شرف حمل رسالة الأمن السامية. مجموعي 99%، الحمد لله ربنا كتب لي إن أنا ألتحق بكلية الشرطة، وده كان حلم من وأنا صغير. أنا كان جاي لي كلية طب بشري برا، والحمد لله أصريت إني أدخل كلية الشرطة. كان حلم حياتي من وأنا صغير إن أنا ألتحق بكلية الشرطة، الحمد لله الحلم اتحقق. تضع كليات الشرطة برامج تدريبية وتعليمية متطورة نظرية وعملية يتم من خلالها إعداد الطلبة الملتحقين بالكلية للارتقاء بالمستويات البدنية والعلمية لهم في قاعات المحاضرات وبالميادين التدريبية المتنوعة التي تزخر بها أكاديمية الشرطة، بما يؤهلهم لحماية أمن الوطن بكل اقتدار. لما تلمس خطوتنا الأرض تهز جبال، بيروح أبطال بس بيجي مكانهم أبطال، يمشوا المشوار دايما جاهزين ورانا بشعب، طول الوقت الإيد في الإيد، لو عد علينا الليل علشان مع بعض أكيد بيجي لنا نهار دايما جاهزين. هؤلاء هم حماة أمن الوطن، حاملين مش على أمنه واستقراره، مسلحين بالعلم والخلق والواجب. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات رئاسية باستمرار معارض أهلا رمضان لما بعد الشهر الفضيل لفترة كافية، وذلك بهدف مساعدة المواطن على تحمل الأعباء خلال تلك الفترة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدبولي عقب افتتاحه المعرض الرئيسي لأهلا رمضان، والذي يستمر حتى 31 من مارس الجاري، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر. المعرض ده على مساحة 12,000 متر، فيه أكتر من 165 شركة بتعرض السلع بأسعار زي ما قلت في متناول كل المواطنين. ويمكن الحقيقة أنا براجع مع معالي الوزراء واتحاد الغرف حجم المنافذ اللي إن شاء الله هتكون متاحة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وهتقترب من 8,000 منفذ يعني قبل بداية شهر رمضان إن شاء الله، وكلها بتعرض الأسعار والسلع بنفس الأرقام اللي احنا بنشوفها جوه. ويمكن يعني امبارح طبعا لما حضراتكم يعني كنا متشرفين بوجود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بيوم المرأة المصرية، وأكد سيادته على ان الحمد لله الدولة المصرية لديها مخزون كافي من السلع اللي يكفينا ان احنا نتحرك ونتيح السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة دي. ويمكن توجيهات سيادته مش فقط ان احنا نكتفي بشهر رمضان، ولكن توجيهاته ان احنا كمان نستمر بعد شهر رمضان لفترة كمان كافية علشان نقدر ان احنا نساعد المواطن في تحمل الأعباء في هذه الفترة.
وخلال المؤتمر الصحفي أكد مدبولي أن الحكومة أعادت صياغة ومراجعة الموازنة العامة للعام المقبل قبل الأزمة الروسية الأوكرانية لتكون أكثر استيعابا للصدمات. وأشار مدبولي إلى وضع احتياطي كبير وصل إلى 130 مليار جنيه، وذلك لاستيعاب جزء كبير من ارتفاع الأسعار حتى لا يشعر المواطن بأي أعباء. أي كلام على هذه الأزمة والمدى الزمني لانتهائها هي مجرد تخمينات، وبالتالي إحنا كحكومة، وأنا بقولها بمنتهى الشفافية، لازم دايماً نخطط تحركاتنا على السيناريو اللي نقدر نقول عليه السيناريو المتشائم، وهو استمرار وطول أمد هذا النزاع عشان الدولة تبقى قادرة دائماً على الصمود والبقاء في فترة طويلة. فعشان كده يمكن كان أكيد لما حضراتكم سمعتوا إن إحنا حتى بعد ما كنا أعدينا الموازنة قبل الأزمة الروسية والأوكرانية على أساس الظروف الطبيعية، رجعنا الموازنة مرة أخرى، واتعملت الموازنة بطريقة أكثر تحوطاً، وتوجيهات سيادة الرئيس أيضاً إن إحنا نطيح احتياطي كبير وصل إلى 130 مليار جنيه عشان بقدر الإمكان هذا الاحتياطي يوجه في الغالب لاستيعاب الجزء الأكبر من الصدمات اللي هي ممكن تحصل فيما يخص الأسعار، بحيث لما بنمرر جزء للمواطن بيبقى الجزء اليسير. من ناحية أخرى، شدد مدبولي على أن مصر حققت مكاسب كثيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأشار إلى أن هذا البرنامج مكن مصر من الصمود في مواجهة الأزمات المختلفة. خلال المؤتمر الصحفي قال مدبولي إن الدولة تسعى لمد مظلة الحماية الاجتماعية وتحمل العبء عن المواطن، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد. الحمد لله مصر حققت مكاسب كبيرة جدا من برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتاني بستعير الكلمة اللي قالها فخامة الرئيس امبارح، إن لولا هذا البرنامج ونجاحه والدولة المصرية قدرت إنها تقف على رجليها وعدينا أزمة كورونا، ده برضو اللي مخلينا النهاردة الحمد لله قادرين إن إحنا نصمد ونستمر في عملية التنمية. في تأثير سلبي، بالتأكيد في تأثير سلبي زي كل دول العالم. إحنا كان يمكن الخبر اللي نزل امبارح عن إن الدولة المصرية في تواصل مع صندوق النقد صندوق النقد الدولي على إن إحنا نعمل برنامج جديد، وبالتالي إحنا طلبنا من الصندوق إن يقتصر البرنامج على إن هو يكون دعم فني فقط، ويبقى هدفه كله إن إحنا نضمن بالتعاون مع بعض نستمر في تحقيق مستهدفاتنا فيما يخص طبعاً عجز الموازنة ونمو الاقتصاد وخلق فرص عمل وتشجيع القطاع الخاص على إن هو ياخد فرص أكتر في عملية التنمية. طلبنا من الصندوق إن يبقى مع الدعم الفني إنه ممكن يكون في احتمال لمكون تمويلي نطلبه وقت ما نحتاجه، علشان لو الظروف لقينا ان قدام محتاجين اي تمويل اضافي يبقى نقدر ان احنا يكون لدينا هذا المكون ايضا في الصندوق في البرنامج. وأكد مدبولي أن الدولة تضع استراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع التداعيات العالمية للأزمة الأوكرانية، داعيا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك في استخدام السلع. احنا محتاجين كمواطنين ايضا ان احنا ناخد بالنا في الفتره دي، وده دورنا في موضوع ترشيد الاستهلاك. وحدي بس مثل صغير جدا فيما يخص البترول، احنا من بضعه اشهر كان ثمن برميل البترول 60 دولار، مصر بتستورد عشان نبقى عارفين حوالي 100 مليون برميل في السنه. يبقى 100 مليون لما كان ثمنهم ثمن البرميل 60، يبقى كان ده 6 مليار دولار، 500 مليون دولار في الشهر. النهارده ثمن البرميل كام؟ 120. بقينا مطالبين ان احنا نستورد ب 12 مليار دولار. بقى الشهر بدل ما كان نص مليار بقى مليار. ده ضغط كبير جدا على العمله وعلى الدوله. طب احنا بنتحرك؟ عندنا والخطط بتاعتنا وكل حاجه، لكن لو المواطن النهارده مع بعض ابتدينا نحاول نرشد استهلاكنا، التحركات اللي انا ممكن نقول انها ممكن ما تكونش ضروريه في الانتقال والحركة وكل الكلام ده بيساعدنا إحنا كدولة أيضاً إن إحنا نرشد الكميات بتاعتنا.
كان مدبولي قد استهل جولته بأرجاء المعرض بتأكيد حرص الدولة المصرية على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير مختلف السلع الأساسية والمنتجات الغذائية للمواطنين، وباتخاذ الإجراءات التي تتعلق بدعم الفئات الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن. وأكد مدبولي أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الحكومة تنفيذا لتكليفات رئاسية بتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، وذلك لطمأنة المواطنين على توافر مختلف السلع والمنتجات الغذائية في كل رقعة على مستوى الجمهورية. وخلال تفقده لصلاة العرض وتفقد المنتجات والسلع بمختلف أرجاء معرض أهل رمضان، أدار رئيس الوزراء حوارا مع عدد من ممثلي الجهات والشركات العارضة، واطمأن على وجود تخفيضات وعروض وأسعار مميزة تلبي مختلف احتياجات المواطنين. كما اطلع مدبولي على محتويات كراتين رمضان، واطمأن أنها تشمل السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، ويوفر المعرض مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن بتخفيضات تتراوح ما بين 20 و25% عن مثيلاتها في الأسواق المحلية. كما يوفر المعرض في الوقت نفسه العديد من السلع والأجهزة المعمرة بأسعار مناسبة. من جانبها أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع حرص الوزارة على توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة. وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الوزارة تبنت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات وأصدرت عدة قرارات بوقف تصدير عدد من السلع الأساسية بهدف الحفاظ على مخزون هذه السلع بالسوق المحلية. وأوضحت الوزيرة أن إقامة معارض أهل رمضان بالقاهرة والمحافظات تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجات الشهر الكريم بأسعار تناسب الجميع. إذن فقد انطلق معرض أهلا رمضان الرئيسي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك لتوفير مختلف السلع الغذائية وبأسعار مخفضة. المزيد من التفاصيل حول هذا المعرض مع مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. نعم، نحييكم زملائي. بالفعل هناك إقبال كبير جدا من قبل المواطنين في اليوم الأول للحدث والفعاليات الرئيسية لمعرض أهلا رمضان، والذي انطلق صباح اليوم هنا في قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر، ويستمر من اليوم 24 من مارس وحتى 31 من مارس. هناك إقبال كبير جدا من المواطنين، كما ترصد عدسات الكاميرا من خلفي على مختلف شراء السلع الرمضانية التي يحتاجها المواطن والأسرة المصرية، وأيضا للاستفادة من التخفيضات الكبيرة التي تقدمها معارض أهل رمضان بشكل عام. أشير أيضا إلى أن هناك منافذ أخرى وفرتها الدولة لمعارض أهل رمضان انطلقت في منتصف شهر مارس الحالي، وهذه المنافذ مستمرة حتى نهاية شهر رمضان، ولكن المعرض الرئيسي هنا في قاعة المؤتمرات في مدينة نصر يستمر من اليوم 24 من مارس وحتى 31 من مارس. تجولت في عدد من أجنحة هذا المعرض، وهناك بالإضافة إلى إقبال كبير من المواطنين في مختلف السلع التي يحتاجها المواطن من الدواجن واللحوم والسلع الأساسية، حيث وفرت الدولة هذه السلع بتخفيضات كبيرة جدا هنا في معارض أهلا رمضان. وأشير أيضا إلى أن الدولة حريصة على توافر مخزون كبير من الاحتياطي من السلع الرئيسية ومن القمح، حيث كان هناك أيضا مؤتمر صحفي صباح اليوم تم التأكيد فيه على توفير مخزون واحتياطي كبير لمختلف السلع الأساسية والقمح لمدة تصل إلى 6 أشهر، وكل ذلك بالطبع قبيل حلول شهر رمضان بأيام. كل عام وأنتم بخير، حتى يتمكن المواطن من شراء ما يحتاجه من سلع أساسية وغيرها
قبيل شهر رمضان، وأيضا بتخفيضات كبيرة تصل إلى 30 و50% في مختلف السلع الأساسية والدواجن واللحوم. ونتابع معكم فعاليات هذا المعرض، معرض أهل رمضان هنا في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، والذي يستمر حتى 31 مارس، بخلاف باقي منافذ أهل رمضان في مختلف فروع الجمهورية ومحافظة القاهرة والجيزة، والتي تستمر. وأعلنت الدولة أيضا أن هذه المعارض وهذه المنافذ مستمرة بنفس التخفيضات الكبيرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك. وكل عام وأنتم بخير، إليكم زملائي في الاستوديو. بالتزامن، تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 178 قضية تموينية بمضبوطات ما يقرب من 1439 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية، تم ضبط ما يقرب من 108 أطنان سلع غذائية مختلفة و13200 عبوة زيت طعام. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط 3.7 طن دقيق مدعم. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، تم ضبط ما يقرب من 564 طنا. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لأسطوانات البوتاجاز، تم ضبط ما يقرب من 740 طن غاز صب. كما تم ضبط 25 طن أسمنت في مجال حجب مواد البناء. وتواصل وزارة الداخلية شن حملاتها لضبط الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 38 قضية اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة مالية بلغت ما يقرب من 71.5 مليون جنيه. وتمكنت من ضبط مبالغ نقدية بلغت ما يقرب من 7 ملايين جنيه مصري. وتم ضبط ما يعادل 8 ملايين جنيه عملات أجنبية مختلفة، إضافة إلى ضبط معاملات مستندية بالعملات المختلفة تعادل ما يقرب من 56.5 مليون جنيه. هذا وتتواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد في مرحلتها 22 لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 60%. هذا شادر من مئات شوادر مبادرة كلنا واحد المنتشرة على مستوى الجمهورية، التي أطلقت وزارة الداخلية مرحلتها 22 برعاية رئيس الجمهورية، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وفرة كبيرة من المعروض الذي يتسم بالجودة العالية وأسعار مخفضة تصل ل 60%. المنافذ أو الشوادر المتواجدة هنا بتحدث نوع من أنواع التوازن في الأسعار الجغرافي في المنطقة بالكامل. على سبيل المثال، يعني لو أي منتج بيناه هنا بسعر مخفض، فلازم بنلزم اللي حوالينا كلهم يبيعوا بنفس السعر. فهي بتقوم بدور كبير جدا، ان لو انت نازل من بيتك جنب السوبر ماركت بتلاقي ان السعر اتغير تماما من اول ما مبادره كلنا واحد بتبقى موجوده بشوادرها في اي منطقه. احنا عاملين تخفيضات بنسبه 30% على السلع. اولا احنا عندنا سلع الحمد لله مستقره جامد جدا جدا، السلع الاساسيه، خاصه ان احنا بننتج السلع الاساسيه اللي هو بيشاركه كل مواطن مصري، بتخش كل البيوت المصريه. على بعد امتار قليله من الشادر، احد افرع السلاسل التجاريه الكبيره المشاركه في المبادره، وذلك ضمن 993 فرعا لكبرى السلاسل التجاريه المشاركه في المبادره، والتي تستمر فعاليتها على مدار شهر. الخصومات كلها موجودة في جميع الأقسام، أقسام الخضار والفاكهة، أقسام الطيور الفريش، أقسام اللحوم البلدي، أقسام البقالة، كل السلع الاستراتيجية، حتى أقسام المنزلية والأجهزة الكهربائية عليها خصومات، وخصومات عالية جدا بتوصل ل 50 و60%. إقبال كبير من المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع بكافة أنواعها في ضوء هذه التخفيضات الكبيرة، التي خففت كثيرا من الأعباء التي تتحملها الأسر المصرية، بخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك ومتغيرات دولية تؤثر على الاقتصاد الوطني. كل حاجة بصراحة جايبها لنا رخيصة، جايبة مكرونة وجايبة رز وجايبة سكر، وحاجات رخيصة جدا. فطبعا حاجة جميلة، وحتى الزيت يعني أسعاره حلوة عن بره كتير، يعني الحاجة فيها 3 جنيه و4 جنيه، يعني حاجة حلوة يعني. والله الأسعار كويسة وهينة شوية عن بره، كويسة والحمد لله كل حاجة موجودة. السلاسل التجارية والشوادر المختلفة المشاركة في مبادرة كلنا واحد تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على تلبية احتياجاتهم من السلع بكافة أنواعها وبالتخفيضات المعلن عنها، والتي تصل نسبتها إلى 60%، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. عبد الله بركات،
التلفزيون المصري. استقبلت محافظة الجمهورية شاحنات قوافل الخير استعدادا لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا ضمن حملة المليون كرتونة والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لتخفيف العبء عن المواطنين. للمزيد نتابع التقرير التالي. النهارده علشان بنطلق قافلة وصل الخير عبارة عن مليون كرتونة رمضان هنوزعها على أهالينا في كل محافظات الجمهورية المستحقين والأكثر احتياجا عن طريق عناصر الرصد الميداني بكل المحافظات. قدرنا نتابع ونرصد كل الأسر الأكثر احتياجا وكل المواطنين المحتاجين. العناصر بتوعنا موجودين في كل مكان في مصر. طبعا احنا عندنا قاعدة متواجدة على الأرض من لحظة بداية المؤسسة، زملائنا موجودين في كل حتة ميدانيا في كل المحافظات، وده طبعا بيكون بالتعاون مع الجهات التنفيذية المتواجدة في جميع المحافظات، وبيتم التنسيق معاهم برضو في لو حدث أي مشكلة. نتوجه إلى القرى والنجوع بناء على البيانات المتواجدة في القرى ونتوجه ليهم مباشرة، نقدر إن احنا نوزعها مباشرة. وطبعا ده أي مواطن متواجد سواء في الصعيد أو أهالينا اللي موجودين في المحافظات. في عندنا شركاء من كل مراكز وقرى ومحافظات التابعة للمرحلة الأولى أو المرحلة الثانية إن شاء الله هيبدأ تنفيذها في مبادرة سيادة الرئيس حياة كريمة. إحنا كمان بنستهدف إن إحنا نكون الدور القيادي أو الدور الفاعل الأساسي اللي بيشد معاه باقي جمعيات العمل المدني. مؤسسة حياة كريمة ما يميزها أي عمل تطوعي بيتم على الأرض بنلاقي طبعا جميع الشباب متواجدة ومتكاتفة عشان نقدر إن إحنا نوصل حاجة للمستحق. مبادرة سيادة الرئيس مبادرة حياة كريمة اللي بيتم تقسيمها لثلاث مراحل، احنا بنستهدف نوصل ل 57 مليون مواطن مصري هم سكان القرى والمراكز الأكثر احتياجا. مؤسسة حياة كريمة من المؤسسات كمان اللي دلوقتي يعني دوليا لها مكان عالية، وانا اتوقع ان شاء الله في على مدار المدى القريب ان احنا نبقى من افضل المبادرات اللي موجودة في العالم كله، ولان احنا بنحقق اهم اهداف التنمية المستدامة على الارض. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ذات الأولوية بهدف تيسير إجراءات استيرادها مع البنك المركزي. وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي في ضوء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية بهدف مراجعة الأولويات الخاصة بالسلع ومستلزمات الإنتاج التي سيتم استيرادها. وأضاف أنه يتم العمل على تحديد قائمة تفصيلية سيتم إرسالها للبنك المركزي حتى يتسنى التنسيق معه لتيسير إجراءات إتاحتها. كما شدد مدبولي على أهمية العمل على دفع الصادرات المصرية من أجل زيادة معدلاتها إلى المستويات المأمولة والمخطط لها من الحكومة. من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص بجانب الحكومة من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على معدل نمو الاقتصاد المصري عند مستويات مرتفعة. جاء ذلك خلال لقائه وفدا من أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية، وأشاد ببعثات طرق الأبواب الموفدة من الغرفة بشكل دوري من الولايات المتحدة. ولفت مدبولي إلى أن الدولة المصرية مستعدة لتقديم أي حوافز مطلوبة للاستثمارات الجديدة من القطاع الخاص وتوفير الأراضي للشركات الجادة لإقامة المشروعات عليها، وكذا منحها الرخصة الذهبية. من جانبهم أكد أعضاء الغرفة أنهم حريصون على التواصل مع الحكومة المصرية خاصة قبل سفر بعثة طرق الأبواب للولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام. We'll be right back.
أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية العمل نحو حقن الدماء، مع التأكيد على ضرورة بذل الجهود وتناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة وتحقيق حل سلمي للأزمة. وخلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا، أشار إلى اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق التهدئة. وفي هذا الإطار أحاط الوزير شكري نظيره الأوكراني بتناول القضية من خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته جامعة الدول العربية ومجموعة الاتصال المنبثقة عن الجامعة، وتناول سبل تفعيلها. وبدوره أطلع الوزير الأوكراني سامح شكري على آخر التطورات والأوضاع على الصعيدين الميداني والإنساني، فضلا عن مسار المفاوضات. وعودة لمتابعة نشرة الثالثة من التلفزيون المصري، ونتابع معكم تطورات الملف الأوكراني. حيث أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي الناتو يانس ستولنبرغ أن الهجوم الروسي على أوكرانيا يمثل تهديدا للأمن العالمي. وفي بيان مشترك لقادة الحلف عقب اجتماعهم في بروكسل، أكد القادة مواصلتهم الدفاع عن كل شبر من أراضي الحلف. هذا وتستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل أيضا قمتين خاصتين بالأزمة الأوكرانية، هما قمة الاتحاد الأوروبي والثانية تتعلق بمجموعة الدول السبع الصناعية. طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من حلف شمال الأطلنطي مزيدا من الدعم العسكري لأوكرانيا. وأشار زيلينسكي إلى أن بلاده بحاجة لمقاتلات ودبابات ودفاع جوي أفضل وأسلحة مضادة للسفن. وفي خطاب مصور نشرته الرئاسة الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني إن روسيا تعتزم المضي قدما واستهداف دول شرقية بالحلف، متهما موسكو باستخدام قنابل الفوسفور في أوكرانيا. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو لديها وثائق تؤكد ارتباط وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون بمختبرات بيولوجية داخل الأراضي الأوكرانية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أوضح لافروف أن موسكو ستقدم إلى مجلس الأمن وثائق تؤكد إجراء واشنطن برامج عسكرية تابعة للبنتاغون داخل المختبرات في أوكرانيا. نسعى دائما للالتزام بالقواعد التي كانت موجودة من قبل، والسعي الدائم لبناء الدبلوماسية الروسية بالاستناد إلى الحقائق والوثائق التي تم كشفها حول وجود عدد كبير من المختبرات البيولوجية التي يرعاها البنتاغون. طبعا نعرض هذه الوثائق على مجلس الأمن، وهناك وقائع وتواقيع بشأن برامج عسكرية للبنتاغون، وطبعا مكتوب أيضا اتجاهات العمل. وردا على ذلك، فإن ممثل الولايات المتحدة بدلا من أن يشرح كيف جرى هذا الأمر وكيف تشكلت هذه المختبرات، أعلن أن هذا كله كذب. من جانبه، أكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير الالتزام بتأمين الممرات الإنسانية لحماية المدنيين في أوكرانيا. وخلال المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية الروسي، أكد مورير ضرورة التوصل إلى اتفاق مدروس ودقيق بين الطرفين الروسي والأوكراني، مشيرا إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستجري مباحثات مع طرفين حتى تحقيق الأهداف وإدخال المساعدات بشكل حيادي. فنحن كمنظمة إنسانية مستعدون للتعامل وتحقيق هذه الأهداف المتمثلة بإدخال المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين والمواطنين. ومن هنا يجب أن يتم التوصل إلى اتفاق مدروس ودقيق، وكل هذا يتوقف على قراءة على كلا الطرفين
اللذين يجب أن يعطيا ضوءا أخضر. على الأرض، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الروسي شن ضربات على 86 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها 6 مراكز قيادة خلال آخر 24 ساعة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن أنظمة الدفاع الروسي أسقطت 9 مسيرات أوكرانية. يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وزارة الدفاع الأمريكية إن القوات الروسية أطلقت أكثر من 1200 صاروخ منذ بدء العملية العسكرية، مشيرة إلى أنها لا تزال على بعد 20 كيلومتر شمال غرب كييف. يوما بعد يوم تتبدل الأوضاع وتتطور داخل الأراضي الأوكرانية لتخرج تصريحات صادرة عن قادة البلدين صاحبي الأزمة روسيا وأوكرانيا، تصف الوضع في أوكرانيا ميدانيا وتترك الوضع السياسي متغيرا وسط ترقب لنتائجه. في أحدث إعلان عن الوضع الميداني، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن شن ضربات على 86 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها 6 مراكز قيادة خلال آخر 24 ساعة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كونشينكوف إن القوات الروسية دمرت راجمتي الصواريخ و8 مدافع ميدانية بالإضافة إلى 3 مستودعات للذخيرة، فيما أسقطت أنظمة الدفاع 9 طائرات مسيرة أوكرانية. وأعلنت وزارة الدفاع كذلك تدمير القوات الروسية 255 طائرة مسيرة و189 صاروخا مضادا للطائرات بالإضافة إلى 1564 دبابة وعربة ومدرعة و158 راجمة صواريخ و627 مدفعا ميدانيا منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا. بدورها قالت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون إن القوات الروسية أطلقت أكثر من 1200 صاروخ منذ بدء العملية العسكرية، وأشارت إلى أن القوات الروسية لا تزال على بعد 20 كيلومتر شمال غرب كييف ولا تحاول التقدم تجاه المدينة. على الصعيد السياسي، أعلنت الخارجية الروسية أنها سلمت السفارة الأمريكية في موسكو قائمة بعدد من الدبلوماسيين الأمريكيين الذين سيتم طردهم بصفتهم أشخاصا غير مرغوب فيهم. وأوضحت الخارجية أن طرد الدبلوماسيين الأمريكيين يأتي ردا على طرد واشنطن لدبلوماسيين روس من بعثة الأمم المتحدة في نيويورك وموظف روسي في الأمانة العامة للأمم المتحدة. المشهد اليومي في أوكرانيا لا يزال يدفع قادة العالم ومسؤولي المنظمات الدولية للإدلاء بتصريحات شبه يومية رداً على العملية العسكرية الروسية، إذ أكد رئيس الوزراء البريطاني جونسون أن أوروبا ستزيد الضغط على الرئيس الروسي بوتين، معتبراً أنه تجاوز بالفعل خطاً أحمر. من جانبه، أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن روسيا تسعى لعزل أوكرانيا عن البحر وأنها ليست مهتمة بالتفاوض حتى تحقيق ذلك، معتبرا أن الجيش الروسي لم يحقق بعد أهدافه في أوكرانيا. وصفت موسكو المزاعم بشأن نيتها باستخدام أسلحة بيولوجية وكيميائية في أوكرانيا بأنها كاذبة. وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبانزيا إن لدى روسيا سبلا أخرى لتسلكها في القتال، مشددا على أنها لا تحتاج إلى استخدام أسلحة بيولوجية أو كيميائية، معتبرا اتهام روسيا بذلك هو أمر غير لائق. وأكد المندوب الروسي أن روسيا ستواصل السعي لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين. قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيرتشوك إنه تم التوصل إلى اتفاق على إقامة 7 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من بلدات ومدن أوكرانية اليوم. وأضافت المسؤولة الأوكرانية أن المدنيين الذين يحاولون مغادرة ماريوبول المحاصرة سيجدون وسائل نقل في مدينة بيردانسك القريبة، مشيرة إلى أن موسكو لا تسمح بإقامة ممر آمن من و إلى وسط المدينة الساحلية الجنوبية.
أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من نصف أطفال أوكرانيا نزحوا من منازلهم منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن شهرا من العملية العسكرية الروسية أدى إلى نزوح 4,300,000 طفل، وهو ما يعادل أكثر من نصف أطفال أوكرانيا الذين يقدر عددهم بنحو 7,500,000 طفل، موضحة أن 1,800,000 طفل هجروا من البلاد وأصبحوا لاجئين، فضلا عن نزوح 2,500,000 طفل داخل أوكرانيا. أعلنت الحكومة البريطانية فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف 59 شركة وشخصية روسية وست شركات وشخصيات بيلاروسية ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا. وأوضحت الحكومة البريطانية أن من بين المستهدفين بالعقوبات مجموعة شركة روسية عملاقة في مجال الألماس ومجموعة شركات خاصة للخدمات العسكرية ورئيس أحد أكبر البنوك في روسيا، فضلا عن إحدى الشخصيات المقربة من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. أدان البرلمان العربي استهداف موكب قائد محور العند العسكري اللواء ثابت جواس وعدد من مرافقيه في انفجار سيارة مفخخة في مدخل المدينة الخضراء في محافظة عدن جنوب اليمن. وحذر البرلمان من خطورة تصاعد العمليات الإرهابية التي تنال من المدنيين ومن أمن واستقرار اليمن، وشدد البرلمان العربي على تضامنه الكامل مع الجمهورية اليمنية لمواجهة هذه التنظيمات الإرهابية والتصدي لمخططاتها الخبيثة والتي تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة. أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على 4 إرهابيين في محافظتي الأنبار ونينوى. وفي بيان ذكرت الاستخبارات أنه تم تسليم الإرهابيين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لافتة إلى أن القوات العراقية تمكنت من الوصول إلى نفق لتنظيم داعش الإرهابي في نينوى، وعثرت بداخله على عبوات ناسفة وألغام أرضية ومقذوفات وقنابل وصواريخ، موضحة أنه تم رفع تلك المواد وتم تفجيرها موقعيا دون أضرار تذكر. افتتح محافظ بني سويف محمد هاني غنيم عددا من المشروعات الخدمية بمراكز سمسطة وبيبا وبني سويف. يأتي ذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، ويأتي افتتاح المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وشملت المشروعات افتتاح الملعب القانوني بنادي شبان المسلمين بمدينة بني سويف بتكلفة تزيد عن 8 ملايين جنيه، ومشروع تأهيل ورفع كفاءة 33 منزلا بقرية الكوم الأحمر بمركز سمسطة بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 ملايين جنيه. النهاردة احنا كنا بنكمل افتتاحاتنا اللي ابتديناها من بداية الشهر في محافظة بني سويف بمناسبة الأعياد القومية. النهاردة كنا في مركزي سمسطة وبيبا، افتتحنا عدد من المدارس وافتتحنا مراكز شباب، وموجودين هنا تاني في مدينة بني سويف بنفتتح ملعب لنادي الشبان المسلمين، حاجة فخر لبني سويف كلها. تكلفة التطوير تتعدى 8 مليون جنيه. كل هذه القطاعات الهدف منها هي تقديم أحسن خدمة للمواطن السويفي،
شفنا في المدارس ازاي الكثافات نزلت من 60 طالب ل 36 طالب، وهو ده اللي احنا بنستهدفه طبعا من التطوير اللي بيتم في قرى الريف المصري وحتى في المدن كمان، زي ما احنا شايفين دلوقتي نادي شباب المسلمين هو في مدينه بني سويف. تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة إطلاق القافلة الطبية المجانية للكشف والفحص الطبي بالمجان بالمركز الطبي الحضري بالرويسات بمدينة شرم الشيخ. تضم القافلة عدة تخصصات طبية إلى جانب عيادة تنظيم الأسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء. بنلف كل وديان جنوب سيناء، بيبقى كل الوديان لازم تكون تبعد مسافة أكتر من 15 كيلو عن أقرب مستشفى عام أو مركزي. وفي هنا إحنا النهاردة هنا في الرويسات بمدينة شرم الشيخ، الرويسات اللي هي أحب أنوه اللي كان فيها سيادة الرئيس بيزورها من خلال شهرين، ومعانا تخصصات طبية جراحة وأطفال وبطنة ونساء وتنظيم أسرة وجلدية وأنف وأذن وأسنان ومعمل طفيليات ومعمل دم وصيدلية فيها حوالي 120 صنف دواء. وإن إحنا هنا بنغطي وديان جنوب سيناء في كل المدن كل 3 شهور تقريبا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من شائعة صدور قرار بتعطيل الدراسة بجميع المدارس خلال شهر رمضان المقبل نتيجة لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا. وقام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي نفت الشائعة، وأكدت الوزارة أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددة على استمرار الدراسة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية دون تعطيل، وأن أي قرارات تتعلق بتعطيل الدراسة يتم اتخاذها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وذلك عقب تقييم مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، مشيرة إلى انتظام سير العملية التعليمية بجميع المدارس على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي خلال شهر رمضان. أعلنت وزارة الصحة والسكان انخفاض معدل الإصابة بمرض الدرن في مصر إلى 11 حالة لكل 100,000 من عدد السكان، وذلك عام 2021. وفي بيان أعلنت الوزارة تقديم خدمة الاكتشاف المبكر لمرضى الدرن من خلال 164 مستشفى ومستوصفا للأمراض الصدرية، وتقديم الخدمة التشخيصية والعلاجية ل 8,000 مريض درن وعلاجهم بأدوية الصف الأول بالمجان. وأضاف البيان أن البرنامج القومي لمكافحة الدرن يقوم أيضا بتشخيص وعلاج حالات الدرن مجانا بين المقيمين بمصر من الدول الأفريقية والعربية. اختتمت فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة في نسخته 23. واستمرت فعاليات المهرجان من 17 وحتى 23 من مارس برعاية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم. وترأس الفعاليات المخرج سعد هنداوي بحضور عدد من القيادات والسينمائيين والفنانين. ويعد المهرجان هذا العام بمثابة شهادة ميلاد لعدد من المبدعين الجدد الذين شاركوا أفلامهم المتميزة والتي حازت على العديد من الجوائز على ما بذلوه من جهد في أفلامهم. فحصل فيلم كيف تجعل اثنين يقعان في الحب على جائزة لجنة التحكيم لمسابقة أفلام الطلبة. أهم مفاجأة ليهم الحقيقة واللي احنا عملنا نوع من التحدي عشان نوصل بيها لهنا كانت ترميم الأفلام. الحقيقة احنا رممنا مجموعة من الأفلام، ناس كتير ما كانوش شافوها وناس كتير كانوا عارفين انه النسخ مش موجودة او النسخ مش صالحة للاستخدام، فكانت مفاجأة حلوة للناس. ودي يمكن اهم حاجة عملها المهرجان السنة دي وانا سعيدة بيها، وان شاء الله هيبقى تقليد للي هيجوا بعدنا يكملوا على نفس اللي احنا يعني عملناه. الدورة 23 من المهرجان كان بالنسبة لي تجربة، يعني صحيح ممكن كان فيها شغل كتير جدا ونوم قليل جدا وسفر كتير وعشان نعمل حاجات كتيرة، أحسن أفلام وترميم أفلام، يعني تفاصيل كتيرة جدا جدا، بس مع كل ده بيهون لما بتلاقي الناس مبسوطة بالأفلام وبمستواها، لما بتلاقي أطفال بتضحك وبتجري وبتتنطط من السعادة وهي بتتفرج على أفلام بتحس إنها جايلها مخصوص.
وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الثالثة، لا يتبقى بها سوى التذكير بأبرز ما جاء بها من أخبار. خلال زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، الرئيس السيسي يهنئ الطلبة على الالتحاق بالكلية ونيل شرف الانضمام إليها. افتتاح المعرض الرئيسي أهلا رمضان بالقاهرة وتوجيه الرئاسي باستمرار المعارض لما بعد الشهر الفضيل. ثلاث قمم غربية تبحث الأزمة الأوكرانية، ومصر تؤكد أهمية العمل نحو حقن الدماء. وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا، شكرا للمتابعة، دمتم في أمان الله.